قبل ما اتكلم على الباتون بتاع المين لازم اروح الاول انزل فورم اساسية تشيلي كل البرنامج بتاعي. تعالى نضيف فورم جديدة من هنا، اقول له اد ويندوز فورم واسميها ماذر، ده بكتب عربي، لا ماذر underscore frm، واقول له اد وهعلم على الفورم وهنزل على اخر خاصية ليها ويندوز او ويندوز ستيت، خليها ماكسمايزد وبكده لما افتح هتبقى دي ماكسمايز في السكرين بتاعتي. هنزل عليها من المينيوز اند تول بارز ستاتس ستيب، هشده على الفورم كده، ممكن تشوفه من تحت من هنا، وهضيف جواه 3 ليبلز. فانا عايز ادخل جواه من هنا، ادي اول ليبل وادي تاني ليبل وادي تالت ليبل، وعايز ادخل في الحدث بتاع اللود بتاع الفورم دي، وهعرف المتغيرين اساسيين دايمنشن الهايت، ده اول متغير عندي، الارتفاع as integer، فالارتفاع ده اسم المتغير بتاعي وانا خليته integer، وبيساوي ايه بقى، عملت له initial value اللي هي بتساوي الويتس الهايت بتاع السكرين اللي انا واقف عليها دلوقتي. فلو الشاشه دي الهايت بتاعها 1024 هيديني للهايت القيمه دي 1024، وفي الويتس هيبقى برضو الويتس بتاع السكرين اللي انا واقف عليها. وبعد كده حدي لتول ستيب، يعني لو قفلنا الكلام ده عشان نشوف الكود كامل، هقول تول ستيب ستاتس ليبل 2 دوت ويتس هيساوي الويتس بتاعي اللي هو الويتس بتاع الشاشه ناقص الويتس بتاع الليبل 1 زائد الويتس بتاع ليبل 2 زائد 20. فلو جيت دلوقتي اشغل الفورم بتاعتي بس بعد ما اعملها هي اللي تفتح في الاول، هاجي على الابلكيشن واقول له المين الستارت اوف فورم، اسف، اقول له هي المصدر اف ام، واشغل البرنامج دلوقتي. هلاقي اولا فتحت لي ماكسمايزد، تاني حاجه ان التول ستيب ستاتس 1 ما اتظبطتش معايا، لازم اغير في الخاصيه بتاعه الاوتو سايز بتاعته، اقف على الاوتو سايز هنا هتلاقيها معموله ترو، تخليها فولس، وتيجي تشغل في الحاله دي هتلاقي الستيب وسع معاك وخلالي فيه واحده على اليمين واحده على الشمال. انا هستخدم اللي على الشمال دي ان انا هكتب فيها اسم الشركه المنفذه، فهنا هكتب الكترو تيم، وهنا كنت عايز احط الساعه او الوقت اللي انا بتاع الويندوز بتاعي، فعشان احط الساعه هضيف لها تايمر، هخش جوه الكومبوننت هلاقي التايمر اهو، وهقول له خلي تول ستيب ستاتس ليبل 3 دوت تكست بيساوي التايم، تول ستيب ستاتس ليبل 3 دوت تكست بيساوي التايم، نشوف تايم اوف داي كده هتنفع ولا لا، او اخش على الانترفال بتاعتها اخليها يحصل لها ابديت كل ثانيه واشوف الكلام ده، وطبعا انيبل تو اشوف الكلام ده هيشتغل معايا ازاي. اشتغلت فعلا معايا، ولكن لو تلاحظ اول ثانيه كان في كلمه تول ستيب ليبل 3، وخليك مركز على الشاشه من تحت اقصى اليمين، فلاحظت اظن المشكله بتاعتي، ودي مش مشكله ابدا لاني ممكن اجي على التول ستيب ستاتس ليبل 3، هتعمل حاجه من الاثنين، يا اما تقلل الانترفال بتاعه التايمر، يا اما تيجي على التكست بتاعه وتقول له ديتكتنج تايم مثلا. فلما اشغل دلوقتي هلاقي ديتكتنج تايم، وبعدين جاب لي التايم بتاع، وخد بالك عشان انا بابديت كل ثانيه الكود ده فعندي كان الساعه شغاله. طيب هنا عايز اكتب ايه، هنا ممكن اكتب كنت عايز اكتب فيها المين ويندو، بس انا عشان مسمي الفورم بتاعتي اللي هتفتح لي الكمبيوتر كورسز هي المين، هي كان المفروض على فكره الكورس يعني المين دي تبقى comb_main كمبيوتر مين، ودي كانت تبقى مين بس، فتعال نسمي التكست ده مين، وكده بكون قاصد ان انا واقف على المين فورم، وتعال اغير الباك جراوند كولر بتاع الستيب ستاتس ده من الويب، في بيتهيألي لون كان مناسب كنا عاملينه ستيل بلو. طيب يبقى هنقف على الليبلز ونشوف الفور كولر بتاعهم، ممكن من الكاستم احسن استخدم الاورنج ده،
وهتغير الفونت الى 12 بولد. اوكي، لو جيت شغلت دلوقتي هتلاقي المنظر هيبقى احسن كتير. هتلاقي الكترو تيم، وهنا انا واقف على المين سكرين، وهنا التايم شغال معايا. طيب هعمل ايه تاني في الفورم دي؟ انا عايز الفورم دي تظهر لي الفورم بتاعة المين. نفتح المين من هنا، عايز الفورم بتاعة المين دي اخش على البوردر او الفورم بوردر ستايل بتاعها، الخاصية بتاعة فورم بوردر ستايل. خد بالك انا واقف على المين اهو، من الفورم بوردر ستايل هقول له نان، اسهل لي. ممكن اجي اقول له فورمات الاين سنترز، هيجوا معايا بس هم والله كلهم مش حجم واحد. فورمات الاين او ميكسيم سايز بوست، تاني خليهم كلهم حجم واحد، زائد ان انا عايز اخلي المسافات اللي بينهم الفيرتيكال سبيسينج تبقى ايكوال، ميك ايكوال. فبقى عندي بالشكل ده الفورم. ممكن اخد الكلام ده كده احطه هنا، ارجع دلوقتي للمظهر فورم تاني، وعايز اقول له بعد ما اضفت باتون وسميته كمبيوتر مين، ادخل جوه الباتون ده واقول له مين دوت شو، زائد ان اقول له حاجة تانية، هقول له خلي المين دوت لوكيشن بيساوي نيو بوينت الويتس ناقص المين دوت ويتس ناقص 20 و30. 30 ده المسافة من فوق، عايز اسيب حتة 30 بيكسل، وعايز يبقى اللوكيشن الجديد بتاعه من اكس، اسيب المسافة دي كلها، المسافة دي كلها اللي هي ايه، اللي هي الويتس بتاع السكرين، الويتس بتاع السكرين كلها ناقص الويتس ده ناقص 20. فتعال نشوف الكلام ده لما يتنفذ هيعمل لي ايه. هلاقي ان انا لما ادوس على البطن ده دي طلعت لي هنا، ازود المسافة اللي هتبقى من فوق شوية، فهدخل على البطن بتاع مين تاني واخلي بدل ما دي 20-30 تبقى دي 50 مثلا، وعايز اقول له خلي بطن 1 دوت ليفت كنترول سي كنترول في، واقول له دوت ليفت الليفت بتاع بطن 1 يقول له هيساوي الويتس ناقص بطن 1 دوت ويت ناقص 20. تعال نشوف كده دي هيبقى شكلها عامل ازاي معانا. فانا لما فتحت كنت متوقع، انا متوقع لما ادوس على الباتون دلوقتي هلاقي الباتون ده جالي هنا ونزل تحتيه الفورم اللي بتفتح معايا، فالباتون تحت مش باين طبعا تحت الفورم. فاذا انا محتاج، انت واضح ان انت شفت وانا بقفل، محتاج انزلها كمان اخليها 150 مثلا، واخلي دي في البداية بتاعت اللودينج بتاع الفورم في الفورم underscore load. تمام، وهقول اول ما افتح هنا فضلت معايا فعلا كمبيوتر مين. طبعا ممكن اتحكم ان انا اكبر الباتون ده شوية عشان يبقى شكله احسن. فانا لو عملته كده خد بالك اول ما هنشغل الشكل هيبقى احسن ازاي. طلعت لي كمبيوتر مين، طلع لي المين قدامي هنا.